عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كنرحب بكم دائما في القناة ديالكم، وكنتمنوا لكم تقضيوا معنا أوقات طيبة وسعيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم واحد الفيديو بالبيني، يعني باللوز إن شاء الله، أو بالكاوكاو، أو بأي حاجة بغيتوها إن شاء الله. نتمنى منكم تردوا معنا البال لهذا الفيديو، وتردوا معنا البال الطريقة باش غادي نطبقوا باش تحصلوا على النتائج اللي غادي نحصلوا عليهم إن شاء الله. كنرحبوا بكم، كنرحبوا بالمشاهدين ديالنا داخل الوطن وخارج الوطن، وكنقولوا لكم دائما مبارك عواشركم في هذا رمضان المبارك إن شاء الله. نتمنى لكم التوفيق والهناء والصحة إن شاء الله. مرحبا، غادي نشوفوا الفيديو ديالنا. الفيديو ديالنا كيتكون إن شاء الله من 600 غرام ديال الفرص، 600 غرام ديال الفرص، واحد الكاس ديال دانون، كاس ديال دانون 125 غرام. عندنا هنا واحد 20 غرام ديال الملحه، واحد معلقه صغيره داك الصغيره كاع، يعني واحد 10 غرام ديال الفاني، واحد 25 غرام ديال الخميره، واحد جوج بيضات. هنا عندنا واحد 80 غرام ديال السنيده. هنا عندنا اللوز مطحون. نتمنى منكم ديروا اللوز مطحون او كاكاو مطحون، محمر ومطحون، محمر ومطحون، ويجي رقيق بحال هكا، كيجي هائل ان شاء الله في هذا البيني ديالنا. الخطوه الاولى كناخذوا العجين ديالنا، كنخويوه، نخويو عليه البيض، كنخويو البيض ونخويو الملحه ونخويو الفاني. هنا درنا الفاني، شويه الفاني، ونخويو يعني السنيده ديالنا، ونخويو الفاني حتى هو، يعني هاد المكونات كلهم درناهم كاملين تقريبا. الله، كما كتشوفوا ان دانون ديالنا او الياغورت ديالنا، الياغورت درناه ياغورت بالفاني. اللي بغى يدير ياغورت بلا فاني، يعني سامبل ما فيهش سكر، يدير اللي ما فيهش سكر. هنا كنضيفوا شويه الماء، كنضيفوا غير شويه ديال يعني شويه بشويه، لان الماء ما غاديش نديروه بالعبار، الماء غادي نديروه ان شاء الله بطريقه حتى كيشرب لينا الطحين ديالنا، على حساب الطحين ديالنا. الا كان الطحين مزيان راه كيشرب الماء، ما كانش مزيان يعني كيخصنا نضيفو كل مره الماء ان شاء الله. غادي نضيفو الماء ديالنا بحال هكا، انا عجنت بيديا، ما بغيتش نعجن بلا ماشين، باش الناس اللي كما اللي يعني ما عندهمش لا ماشين يقدروا يعجنوا بيديهم، واللي عنده لا ماشين يقدر يخدم بلا ماشين. هنا كنضيف الخميره ديالي حتى هي، كندوبها بشويه د الماء بحال هكا بشويه د الماء هنا، لان ما غاديش نخدم بالماكينه، وكان غادي نخدم بالماكينه ما غاديش نضيفها دروك، غادي نخليها حتى الاخر ان شاء الله. هنا كنخدم هاد العجين ديالي بحال هكا، هنا ما نضيفش مازال الماء لان الماء كافيني والعجينه ديالي هي هذيك. هنا شوف ملي كنخلطوا العجينه توصل هاد الدرجه، غادي نخليوها شويه ترتاح، شويه ترتاح، عاد نكملوا ليها العجينه ديالها ان شاء الله. غير شويه، واحد قسمين المكانه حتى ينسجموا هذوك المقادير مع بعضياتهم، ونكملوا ليها العجينه ديالها. غادي ناخذوا العجينه ديالنا، نحيدوها من الزفه باش نعجنوها مزيان، شويه ديال الفرص ونعجنوا العجينه ديالنا مزيان، ندلكوها مزيان باش تهينا ان شاء الله، خط الخدمه ديالها ممتازه. نتوما فكره دائما ندلكو العجينة ديالنا، ندلكوها مزيان تتجمع مزيان، يعني تتعجن مزيان، لأن العجينة خصها تعجن دائما. بحال هاد العجينة ديال العجين أو ديال الخبز أو ديال البينية أو ديال البريوش، دائما كيبغيو يتعجنو مزيان قبل ما نقطعو منهم داكشي اللي بغينا إن شاء الله. هاهي العجينة ديالنا مزيانة، غادي نخدمو بها دروك، نقطعو كريات اللي غادي نخرجو منهم ان شاء الله البيني ديالنا. بهذا الشكل شويه بالفرص كنجيب واحد اللولو، كنسرحو البيني ديالنا هكا طولا، ونسرحوه بالعرض بحال هكا باش يعطينا فورمه مقاده هكا، نقدروا نقطعوه بورت بياس، نقدروا نخليوه بلا ما نقطعوه، يعني نسرحوا بيدينا بحال هكا ونتقبوه في الوسط باش يجينا بيني ديالنا زوين، ونفرقوا مع بعضياتهم ما نجمعوهمش.
ونسرحها عاوتاني هذه هكا، نسرحها بهذه الجهه يعني تنحصلوا على واحد دائره جدا هكا ان شاء الله، ونقطعها من الوسط ونستمروا على هذه العمليه ان شاء الله تنكملوا البنيه ديالنا. البنيه ديالنا كملها كنغطيوه بشي ازاره وبشي توب باش يخمر، عادي ان شاء الله نقليوه ونوريكم كيفاش غتخرج النتيجه النهائيه باذن الله. ملي كتسخن الزيت ديالنا كنجيبوا البنيه ديالنا كنديروه في المقله هكا، نخليو دائما شويه الفراغ ما بين كل بنيه لان غادي خمر غادي تنفخ، ما نزديوش البني ديالنا ونخليوه باش تكون عنده واحد المساحه فاش يتسرح مزيان ويطلع مزيان. البني ديالنا يعني كنردو ليه البال ملي كنشوفوه طيب كنقلبوه، البني ديالنا كنقلبوه بحال هكا، ما كنعطيوش داك اللون كحل، كنعطيو اللون ذهبي بحال هذا يكون زوين هكا، هذا هو اللون ايديال ديال البني، ماشي نعطيوه داك اللون كحل. نخرجو البني ديالنا من الزيت اللي كيطيب، هاد البني ديالنا ما يدخلش حبه ديال الزيت، نقطه ديال الزيت ما يدخلهاش بإذن الله، غادي نشوفوه إن شاء الله ملي نكملو. كنجيبو يعني البني ديالنا كندوزو عليه شوية دناباج بحال هكا، هانتوما كندوزو عليه ونعاود ندوزو عليه من الجهة الأخرى بحال هكا، وغادي إن شاء الله نديرو اللوز ديالنا بحال هكا، كيجي عندنا واحد البني هائل بحال هكا هانتوما كتشوفو. كنديرو الناباج ديالنا بحال هكا، الناباج كيجي دروك كيسخن الحال كيجي الناباج ديالنا كيجي جاري، اللي بغا كونفيتور يدير كونفيتور، اللي بغا الناباج يدير الناباج، كلهم ان شاء الله كيعطيو واحد النتيجة. انتوما دائما الناباج من الجهة الاخرى ومن هاد الجهة، غير شوية ماشي بزاف، ما ديروش بزاف ديال الناباج لهنو بحال هكا باش يشد لينا الكاكاو. هاد النقاش راه كنديرو غير باش يشد لينا اللوز ديالنا او الكاكاو اللي بغيتو، اللي بغيتو نتوما ديروه، اللي بغا كاكاو يديرو، اللي بغا اللوز يديرو، يعني كل واحد على حسب الطاقه ديالو ان شاء الله. مرحبا، هذا هو البني ديالنا الرائع ان شاء الله اللي كيجي ممتاز وكيجي يعني كيجي رطب جدا جدا، كيجي رطب وكيجي يعني ما كاينش فيه نقطة ديال الزيت إن شاء الله. طبقوا الطريقة والمقادير وطبقوا الوصفة كما عطيتها لكم وغادي تحصلوا على هذه النتيجة. أنا كنوعدكم دائما يا مشاهدي الكرام في كل مكان أن يعني اللي كيطبق الوصفات ديالي طبقهم كما درت لهم، وإن شاء الله ها النتيجة ديالكم قدامها، هي كتشوفوا فيها النتيجة هي إن شاء الله. نتمنى لكم تقضيوا معنا دائما أوقات طيبة في هذه القناة، ومرحبا بكم دائما، وكنوعدكم باش نعطيكم كل ما هو مفيد وجيد ان شاء الله، كل ما هو مفيد وجيد، وصفات مفيده وجيده وان شاء الله نتيجه رائعه لنا ولكم ولجميع المسلمين. ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.